جزء من الاستراتيجيه الروسيه. روسيا منذ ان دخلت سوريا فتره التهدئه اللي فاتت لكن مسكوت كانت فتره مسكوت عنها. نعم. لكن ما كان يصنع خلف الحجر المغلقه يشيء الى ان هناك بالفعل سيناريوهات اخرى روسيه سوريه في هذا الشان. منذ اللحظه الاولى روسيا لديها خطه، انما قرار التفعيل للغطاء توفير الغطاء العسكري والامن وحل الازمه السوريه عسكريا بعد فشل المجتمع الدولي طبق القرار 22 54 في جنيف. كان هناك بالفعل استراتيجيه روسيه ضروره ان يكون هناك عمليات اخلاء وقتل، او ان يكون عمليه نزوح كامل وانهاء لكل الفصائل الارهابيه بما فيها جبهه النصره وداعش وغيرها. حرص ان هناك اعاده سيطره وتمرد وتمركز القوات السوريه بغطاء روسي في الاشهر وفي العشره اشهر الماضيه بلغت 90% من مجمل الاراضي السوريه في الاونه الاخيره، لم يعد غير ادلب. بالتالي استطاعت في الاسابيع الماضيه الثلاثه الماضيه روسيا ان توفر غطاء للقوات السوريه، ان توسع الرقعه للسيطره على 600 كيلومتر من حلب، طريق حلب الى طريق ادلب، وبالتالي 600 كيلومتر في 9 ايام. وبالتالي تغيرت المعادله بشكل كامل. ده ايه؟ ده معناه ايه؟ ما هو في مرحله لعمليات طرد النزوح لكل العصابات الارهابيه والتنظيمات الارهابيه خارج الاراضي السوريه في مرحله بشكل تدريجي ممنهج بغطاء عسكري روسي. روسيا الان لديها حضور في الشرق المتوسط، هذه كانت رغبه وامل روسي منذ 100 عام، استطاعت ان تناكف من 100 سنه بيتمنى ان يكون لديهم حضور في داخل الشرق المتوسط تحديدا. لان الناتو كان لديه طيله الوقت عداء مع الجانب الروسي فيما يتعلق بالتواجد داخل منطقه المتوسط، وبالتالي عندما يكون لديهم ثلاث قواعد في طرطوس عسكريه وفي ايضا حماميم قاعده بريه واخيرا في قامش لقاعده جديده منذ اكثر من اقل من شهر، هذا الامر يصب على ان هناك بالفعل رغبه روسيه في اعاده اخراج حتى ايران سيكون عليها الدور في يوم ما في قادم الايام. لكن الان عليها الدور في ايه؟ على إيران. في الخروج من داخل الساحة السورية في الوقت إيران؟ إيران هتخرج قريبا من الساحة السورية؟ محتاج عام أو عامين، لكن الآن من الآن وحتى شهر ربما يكون شهر أغسطس القادم أو قبل ذلك سيكون هناك خروج تركي بشكل ممنهج في المرحلة القادمة بضغط روسي. نقاط التمركز أو نقاط المراقبة 13 الآن أصبحوا 4 نقاط فقط، وبالتالي هناك تغيير في المعادلة لصالح القوات السورية على أرض الواقع بكثير من الزخم والحضور والغطاء الروسي. في نفس الوقت انا ممكن نظري شهر العسل ما بين مين ومين؟ ما بين روسيا وتركيا اخذ في النفاذ او الانتهاء من الان فصاعدا، ان حجم التوتر والغضب المكتوم بين الجانبين وصل ذروته في 3 اجتماعات رئيسيه على مستوى وزاره الخارجيه ووزاره الدفاع في روسيا. انقره فشلهم، وفد روسي وفد تركي غدا الاثنين في روسيا للبحث في امكانيه تسويه او على الاقل تقليل حجم الخسائر التركيه في ادلب سيتم التباحث عنه. انا وجهه نظري شهر العسل اتفقوا على ايه واختلفوا على ايه مؤخرا؟ شهر العسل كان موجود ان يكون هناك تواجد روسي تركي في داخل شمال سوريا والشمال الشرقي والشمال الغربي، كان بموافقه روسيا منذ 2014، كان بموافقه روسيا، موافقه روسيا، وكانت روسيا موافقه على هذا الطرح تماما باعتبار ان تركيا لديها مصالح فيما يتعلق بالحدود. ايوه. واستمر هذا الحال اطماع تركيا وتركيا لعبت دور سيء منذ عام 2014 في اشتعال وتيره الازمه السوريه، تعلمين ما كان يحدث من نقاط العبور لداعش والخلايا النائمه والمقاتلين الاجانب. كل ده حصل من 2014 حتى كان العام الماضي 2019. كل الذين دخلوا بمعرفه تركيا وبغطاء تركي، كل التنظيمات الارهابيه داعش وجبهه النصره واحرار الشام وجندي الاسلام وغيرهم، كل ده كان بغطاء وايضا بنوع من التماهي او الانسجام بين تركيا وتلك التنظيمات. وروسيا قبلت بهذا الطرح اللي كان لديها خطه وكانت تعلم كل المناطق الكبرى زي حلب وقميش وكل هذه المناطق كان عليها روسيا تلعب دورا كبيرا في مساعده الجيش السوري في السيطره والتمرد بعد خساره 86 86% من الاراضي السوريه حتى عام 2017.